أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: هل ورد حديث أو أثر صحيح في كيفية تقليم الأظافر وما مدتها؟ تقليم الأظافر مستحب لكل أسبوع، وكيفيته ليس له كيفية معينة، المهم أنه يقلم أظافره ولا يتركها تطول، ولم يصح أن له صفة معينة. وآخر موعد لا يزيد عليه إلى 40 يوم، قص الشارب وقص الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة لا تتعدى هذه الأمور 40 يوما. الحديث وقت لنا 40 يوما. نعم.